احمد الفريدي. احمد ارحب بك، يمكن عشانك تاخرت علينا شوي. ابو فهد اشتغل في التحليل عادل البطي وكان يثني على اداء احمد الفريدي المهاري خلف المهاجمين مما غير السياسه الهجوميه. الجميع كان يتفق مع بدايه تقريبا الشوط او بين شوطي المباراه ان الهلال عاب عليه عدم السرعه في الكرات امام مرمى الشعب. الله يعطيك العافيه ابو فهد، واول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اتبعه الى يوم الدين. اول شيء كمسلمين وكرياضيين نستنكر الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وثاني شيء يعني دائما انسى في هذا الموضوع انه انا ما عندي اي حساب في تويتر، ممكن في حسابات كثيره باسمي وكلها غير صحيحه. اما بالنسبه للمباراه، مباراه الفريق يعني اللي شفناه في الفيديو كان جدا ضعيف وسيء للغايه. يمكن احنا كان تفكيرنا كله على اسيا، فيمكن نزلنا المباراه ما احنا مركزين شويه. الشوط الاول عفوا احمد، من الفريق اللي شفته بالفيديو؟ شعله كان جدا سيء، يعني شفنا نتائجه مع نجران 5، فاز مباراتين كلها خارج ارضه. فريق يعني بشكل يعني ما هو ذاك الفريق اللي ممكن يسبب صعوبه النادي الهلال. الفريق الشوط الاول كان جدا غير 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 ممتاز، الشوط الثاني تحسن الاداء الحمد لله. انقلك من الملعب الى ما يخصك، ذكر او تحدثت جميع الاطراف على الاقل اخر الاحاديث، ما ابغى اقول لك الاشاعات، ولكن انك رفضت عرض نادي الهلال. غالبا يقال بان الرفض لديك بديل افضل، هل احمد يملك ذلك؟ اولا انا يعني صراحه احترم النادي اللي انا فيه واحترم الشعار اللي انا احمله الان، فمن غير الادب والاحترام ان اتكلم عن المفاوضات وانا ما زلت ارتدي هذا الشعار. لكن الرفض بالنسبه لك كان هو خيار اخير لا يمكن ترجع فيه؟ اكرر لك انه انا لاعب كره قدم داخل الملعب، في الامور الاداريه ممكن تبحث عن الاستاذ سلطان بلوي. اخيرا تاخرت وكان في اجتماع يمكن دخلت انت ويحيى سريعا وكل اللاعبين، ماذا قال لكم المدرب او الاداره؟ طبعا تكلم عن انه المباراه كانت صعبه وكنا سيئين شويه، وبرر الموضوع هذا على انه كنا مركزين كثير على اسيا. تكلم ايضا انه الهدف التعادل حق الشعله كانت في رده فعل جميله من الفريق الهلالي، سجل هدف الثاني والثالث والحمد لله، يعني الامور طيبه لا تخاف. اخيرا احمد معليش، ايش اكثر جمله سمعتها في الاسبوع اللي راح؟ وقعت ولا ما وقعت؟ شكرا احمد الفريدي الى جانبي يحيى المسلم الجديد برفقه الفريق.